كان عامل برنامج قبل. اتصرفوا مدام عسلامة. عسلامة. بس عليكم؟ الحمد لله. فيكم؟ جيناك على غفلة. بقينا على دارك، اش فيك؟ انا مش نبوسك مش بين نبوسكم ما فهمش انا سؤالي. لما نسعى الباب سامحنا انا ناخذ مكان على غفله جينا للدار هذه ما نعرفوش حتى الدار شكون نسعى الباب نس تفضل مدخل ايش فيك انت هذا كل عليه انت تبي مفاجاه هكا خاطر نشوف فيك في رمضان نفرجوا فيك نقول يا ربي اول حلقه بعد رمضان يا ربي فضلي ما تبغي شو اسمك انت اسمي نيلة ميمة اي نيلة تفضل عيشك محليك تدلبي بأيجي شنو ظروفك يا ليلى احكي لي يا ليلى احكي لي كيفاش نسكر ليش ليش راهو كاكا بيبان خير حتى لي نشفيك لا شيء احكي لي انا بديتي هذيك الماء عندي فيديو في الشتاء صاروا راجلي ما نعرفش قاعد عنده ولا لا هذيك الماء والماء ولادي تنوريك شفاش اش عندك صغاري عندي ثلاثه عندي ولاد بطل لي من الفقر كان شوفي كان جاي تو نكلم صاحبه كيفاش بدري يمشي من جوه بعمره 20 سنه في 20 سنه ما عادش يحب يقرا من الفقر واش يعمل في التوحيد قاعد هكاك تحب يتعمل عنده هكا تاع جي جي يمشي لدار الثقافه عنده شهايد بنتي هذو تفتحها كيفاش فاش بنتك هذيك اللي خرجت هذيك عمرها 18 سنه تقرا تروزي عم جي بقى هيك الدوا ترتاح حصلوا ظروفي 10 سنين وانا نجري للمعتمديه للولايه رم ولادي ازمتيك افهموا راو لا لا تولات تجي نوريكم التواليت كنت نسك هذه لما حاله بنوها لي راه الناس الخير باش تطيح هذه باش تطيح باش تطيح باش نعمل قول هذه طاحت لي راه المحل هذه هذه مو بنوها لي ما عندهاش عام راه هذه بنوها لي سي عبد الستار العمدوني ومدام الفه مولي بنوها لي هذه طاول وابنو هالو وباب و كنت عندك تسكن هنا 10 سنين كانوا فما عباد يسكنوا كيف كان لا انا الوحيده خرجوهم كانوا لهنا انا الوحيده كي جا الوزير يهدوا في البيوت قال لهم الحي الذي تعملوا له حل كي مشيت للولايه بسيجي قرب نتذكر كيف تو الطفل هذاك صغير نز فيه وانا نبكي التاكسيات يقولوا لي شبيك دايخه مدام وتبكي نقول لهم راني تعب ما عنديش باش نركب يهزوني بلاش قال له هز هذيك وطيش هذيك اللي قابلت الوزير قال لي بري احكي الوزير باللغه هذيك يعني انت معاقبه اليوم خاطرك قابلت محمد عفيفي وزير الشباب وحكيت معاه وعدونا في التلفزه في قناه حنا في تونسيتني اي عاقبوك ما بنقل ما عطاوكش الديار اللي على مسؤوليتي اي وقال لهم هذه تشوفوا لها اقرب سي محمد الترابلسي وزير الشؤون الاجتماعيه الحالي الحاله هذه تستحق تاخذها سيرتو فما اعتمادات في ولايه باشا حسب ما قال عندي ما الضو جار نعدي لي الخيط نخلص فيه هاك ريتي تشوفي فيهم قطعة ثلاثة ذوم جيري أنا الجي طايش بنك تقولي جي هزي الجي طايش طاولة تقولي يا نيلة هاي تجارتي نعبي من عندها في الماء المرفيت كي تعطي مدام هيلة خمس نقول يا مصاب نقي 500 ترا مصاب نقي 500 ترا أنا اللي العمر تعدى أنا توفى 50 عمري أم ولادي صغيرة مالك وأسلم وأنس وأنس تنوريك توا كنت عنده تحليل عنده دقة في القلب وين كنت انت قالوا أنا في السبيطار ها تنوريك تحليل عطوا تحليل نهار الثلاثة قلت راهو نهار الاثنين يقرا باش يعدوا الامتحانات وراهو غايب عنده الجمعة التالي عطتني شهادة طبية وقالت لي ارتاح الطفل عنده دقة في القلب ولا شناي وهو يدوخ لي وعطتني تحليل ها وأنا ما عندي ورقة تنوريهم أنا
هنا كنت نسكن في هذه. كنت تسكن هنا؟ اي ريتي مربي البطاطس على الحنوشه، هزيت الطفل وجيت نلقى الحنش من غادي لغادي، ولا عندي الدم خاطر على حنش غازا. يا مدام ألفة، مدام ألفة مولي ساعة تسطر العمدوني عطاها غازا في الجدار. اي في الجدار جابت لي مدام ألفة من البنك، وكي جيت شفت حالتي في البيت هذيا نسكن، وهذيك باش تطيح بكلها مشقق هاني عندي ما يثبت، وطاحت راهي فعلا ما حبش يسمعني حتى انسان، حتى انسان. يا مدام مريم يا بي صوم ولا الاولاد يا رحم والديكم. مدام مريم جاتني مصيبه مصيبه مصيبه، نحن في الحين مريتي كما يمشي مشات مدام هالل، نفرج فيكم كل ليله في الطف كل ليله، قول يا ربي تيحوا بي يا ربي، تعطوا هكا 5 ملايين وتقول ما صعب حتى يعطوني حتى 6 ملايين هكا نشدوا فيدي ونفرح بيهم. انا امنيتي 50 متر وتراب نعمل بيت وكوجينا هكا اهو، بيت وكوجينا لصغاري خاطر انا مريضه، راني عندي الفد ومريضه براسي، عندي الاعصاب باش نموت براسي، عندي 10 سنين. نقول له مالك جيب البطاطس على الحنوش، كلاتني الحنوش كلاتني الحنوش في الليل نبدا هكا. تواليت مقبال؟ اي هذه تواليت يا رسول الله، هذه 10 سنين هك، ولا حياتي اللي من تونات موتي خاطر وقاعده نموت انا وصغاري كل يوم. كيفاش؟ وظهر لي الطفل على مسؤولية تتقلي في دومين خير قاعدين تموت. اي ولدي ولدي الله اعلم ظهريت والله سامحوني، حتى كان باش تفرج في العائله ولدي تعب، كان تشوفك كيفاش بدري والله العظيم كان كلم نقول له مالك ايش تشوف بدري تمشي في القاعه، كان تو بدي في السوق كنت نمشي نشوف انا فاكس بدري صوفي من القاعه ب6 دينار وانا ما عنديش. شلاك نقول له انا استوي نبرف تو نكلم شكون يجيب الولد. شلاك تعرفي باش عايشه بناس الخير، ناس الخير في الوجود. ها
هذاك باش عايشه مراني مط... انا وصغاري ما كلعت من الدواوات واحد شفت يعمل يسرق ما على هذيك هي هذيك هي حالتنا فكرني هذيك هي امنيتي 50 متر تراب انا كنشوفك الفيليت هنا في المدينه العود انا ما نحبش نخزر ولا يا ربي نوب عليا حتى البيت وجينا برك نو بكري يعني انت قلبك طيب انت قلبك باهي انت قلبك باهي وربي نواب وكريم امين نواب وكريم نواب وكريم ودعوا لي المطر حتى 50 متر تراب مش عايشين كيفاش ناكلوا انا قلت لك الموت قل ريتي كنت ناخذ في حاره العظام اخر الاخرى وقت مشيت امي جابت لي دجاجه كانوا كاك 3 سنين باش ندبر عظيمه ريتي بالصدفه امشي ما تجيش نهار ما تلقيش القلايه فوق القاص مرافق على اساس باش نترمد لكم حتى تعبوا البطاطا معاك لكن تتها وليدي سامحوني ها تفق عليا لا من مجيب عطيني هذيك الكسرونه هذيك شقال البيت هذه شنو هي قصتها عايتي يا ولادي هي قصتها نخلي هكا باش ما تكسرش عايتي اسال الاسلام بس نتاع شكون هذايا نتاع الطبيبه اللي جابت العشاء لبنتي اللي 27 جبت لها في الصحفه ديال خبيطه وبتسكويت احنا مشكلة عادة عندنا برشا فلوس مازلنا كي رجعنا العباد ما يعرفوش اللي احنا راجعين ايوه بالكونتر البارح صورنا الومضة الشهرية البوندانونس جاو فيهم فلوس الفلوس تاع الموضة الشهرية اللي ريتهم خذيناهم في الموضة الشهرية الكل هنا والفلوسين تاع داجية الكل حسبهم مروان اللي معانا تقريبا مليون ومية نحن من عند ربي نحن 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 ولدي حتى شتي نشري ولدي صبابري كان تشوفي كان يجيك مالك تشوفيه واش لابس كان يجي مالك توا ولدي عمره 20 سنة واش لابس يرحم والديكم بوش لك يديك يا مدام يبوسكم يبارك لك يرحم والديكم اللي فاهم ماهوش مزيه يبارك لكم وقش غص كان جينا نقدروا
نعمل لك 50 متر دار واش خاصك اجي ناخذ حتى 30 متر نقول له المولى بيتي 30 متر وجيبوا بيتي يقول لي جيبوا نقول له 30 متر انا ما حاسه يرحم والديك يبارك لك يا مدام ماري يبارك لك يبارك لك ويخليك ويسترك في الارض ويوم العرض انت والفريق معاك وقناه حنا بعل وكل تونسي عوج على ارض تونس العزيزه الغاليه يعاون وخيان رانا قاعدين نموتوا الفقراء هذوما يموتوا ما عندهمش حتى حساب نقول على مسؤوليتي في الدوله لا من مجيب يسمعك لا يسمعك لا والي ولا معتمد ولا معتمده وتسمع كان الكشه والنشه عملوا فيك تحسي روحك عبيد قسما بالله تحسي روحك ذليله انا بالغصه وليت عندي الغصه وليت عندي الاعصاب ولا عندي الدم لا عاش من ذلك ولا عاش من ذلك ياسر بلادنا عايشين فيها لف عليك لا عاش من ذلك بالوجوه الباهيه دي يخطفين الامل يا مدام ماريا اقسم بالله صدقوا لي من بالله توا ولا عندي امل في الحياه اقسم بالله كل يوم نقول يا ربي ما تنساش امانتك اعطيني بيتو بيتو كوجينا لاولادي هكا هو اولادي عايشين في ارض الدوله والله نموت انا من خاطر راجلي قليل ما عيب حد ولادي صغار يا ربي يفرجك هذيك امنيه حياتي بيتو كوجينا ما فيهاش حتى اثاث امنيتي نغمض عيني ونحل لقى بيتو كوجينا وفيها مال ولادي هكا هو لا حشتي لا بيت نوم لا بصاله لا هذيك انا نسمع بهم نسمع ما حشتيش بهم بيت باش كي نرقد نسكر الباب نطم انا نمشي نخلي يدي لهنا نقول يا اسلام نبدا بالتليفون اسلام اسلام بنتي لبست كل يوم ما تخافيش لبست انا عندي على خاطر ما عندكش باب خد اي الباب ما يسكرش راه وضعك شوفي واش هكاك رد انا نقول يا رفيق ارمي الرفيق وقت الشده والضيق العائله هذه في شده العائله هذه في ضيق يا ربي يا ربي انتم اللي تتفرجوا محتاجين شوف سقف هذا مش سقف والضيق محتاجين حيط محتاجين حيط خاطر هذا ماهوش حيط عائلة بو وام بو مرة يلم الدبابس مرة يخدم في المرمى الام مريضة ازماتيك ما تنجمش تخدم مع ثلاثة صغار الطفل الصغير عنده دقة في القلب امور الصحية مش واضحة طفلة 18 سنة تراها تقول عمرها 12 سنة بالضعف وبالحالة الجسدية طفل 20 سنة خرج من القراية تسيب في الشارع ما عندوش سبادري يستر ساقيه في امانكم الحالة ذي نحاولوا نعاونوها راني جيتها بعد ما دلوني عليها قرابة 12 ولا 14 بشر يقولوا لي فما عائلة ورا الليسي ورا درشنية راهي العائلة هذه بالحق درنا ودقينا وما قينا حد قعدنا نستناه وقعدنا على جيجو أصفر قعدنا عليه نستناه لنجي والجيران كل داروا بينا راهم يستحقوا رانا يستحقوا وراهم محلاهم وربي بقي عليكم السحق والله لا يمرثكم وإن شاء الله نجيكم في داركم في مستورين في الحياة امين يا رب انت زيد يسترك في الارض ويوم العرض ويسترك انت وكل من يعاوني ومدام هاله وكل من يعاوني مدام الفه سي عبد الستار النوسه الغاليه زيد السني هي اللي تزلي في يرحم والدي يبارك لهم يعطيك وانتم الفريق واللي يعاون وكل من عاوني يعني بالذات يرحم والدي ويبارك لها في صحته ويخلي لها صغاره ويستركم في الارض ويوم العرض هذه حلقه من برنامج القفة استنينا أنا وهلا ذوادي شنواصل برنامج القفة بطلب منكم وشديتوا صحيح في برنامج القفة بشنواصل برنامج القفة نتلقاه كل نهار أحد وخميس بالتناوب بيني أنا وهلولة نهار أحد 7:15 نهار خميس 7:15 على قناة حنا بعل الله يخليها بيكم ونعاونوا بعضنا ونخليكم رقم مدام نيلة عندي ما نجمش نحطه باللوطه خاطر فما تجاوزات صاروا فاتصلوا بيا على الفيسبوك على الانستغرام الناس الكل نتكم رقم مدام نيلة واحنا باش نعملوا دار للمراه هذيا انتم خاطر القفة احنا البرنامج ما نعملوش ما نغزمو معناش امكانيات ولكن بيكم انتم باش نعملوا حويجه للعائله هذيا ويستركم ولا يخليها بيكم والخير راهو يعدي صباح الخير.